أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم طبعا معنا أخونا وليد، ولكن أخونا وليد شوي يظهر تأخر علينا، أتمنى يلتحق فيني بكل سرعة. على كل حال أصدقائي، أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين على اليوتيوب، طبعا من كل الأصدقاء رياض ومستر ديفرنت، علي أبو الحكم، كافر، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين واللي راح يكونوا معنا كمان الآن وبعد قليل. أتمنى يكون معنا أخونا وليد. ما بعرف شو قصة أخونا وليد، أنا دخلت على الهواء مباشرة لأنه أتمنى يظهر في مشكلة عند أخونا وليد. أتمنى يكون عاطل خير يا وليد. والله في عطل عندي كمان. بدك تفتح حبيبي وليد، بدك تفتح أول شيء الجوجل تبعك بده يكون مفتوح، بعدين تضغط على الرابط. جرب خلي يكون عندك الجوجل مفتوح، يعني جيميلك مفتوح تقدر تدخل عليه أي وقت، بعدين تفتح اليوتيوب تفتح الرابط تبع الهانج اوت. أنا في انتظارك. على كل حال أصدقائي، يعني آسف كتير لهالعطل هذا، وآسفين كتير أصدقائي على هالعطل هذا. أنا بس بدي أقرأ رسالة اجتني من الله ذات نفسه، عم بيقول لي بعت لي الله كاتب لي رسالة، عم بيقول لي اقرأ هذا وقدر محبتي لك، أحبك وأعرف بأنك سوف تصدم، ولكن لأنك تعني لي الكثير، يعني أنا أعني لله الكثير. شوفي، قال أحاول أن أقترب منك ولكن يبدو لي أنك في مكان آخر. هذا الله عم بيحاكيني هيك، في كل مرة أعطيك انتباهي لا تلبث تفكر في شخص آخر. هو أنت صاحبتي يعني يا الله حتى تتكلمني بهالطريقة؟ بعدين برجع بيقول لك أتألم حين أنادي ولا يرد أحد. يا سلام، الله بتألم لما ينادي وما يرد عليه حدا، يعني ما حدا مطنقر له لهذا الله. بعدين عم بيقول أحاول أن أعطيك ذاتي ولكن لا يبدو أنك جاهز. توقف، دعني أحبك، أنا يسوع، قصده يسوع الدلوع. قال كل يوم تفتح هاتفك الوارد لتقرأ رسائل رفاقك ورفيقاتك، ولكن كم مرة تفتح الكتاب المقدس، طز في الكتاب المقدس لتقرأ رسالة الله. أرجوك أن تقرأ حتى النهاية. اسمي الله وبالكاد لديك وقت لي، أنا أحبك وأباركك، أنا دائما معك. لك ما دام أنت معي كل هالمصائب صارت لي، يعني يا ريت تبعد عني يا الله، مشان تبعد مصائب عني كمان أقل شيء. قال عليك أن تمضي 30 دقيقة من وقتك معي اليوم، لا تصلي فقط امدحني. شوفوا الله بحاجة للمدح، يعني الله محتاج لمدحي. طيب انا يظهر للاخ اخونا وليد لسه ما وجاهز، ايه، فالله بحاجه لمدحي فقط وامدحني. اليوم اريد ان تنتقل هذه الرساله حول العالم قبل منتصف الليل. وهي وانا قلت لك اياها يا الله، في عندنا كم صديق عم بتفرجوا علينا وراح يشوفوك، يعني فانت وشطارتك يا الله. اذا بتوزع لنا رابط الفيديو تكون وصلت رسالتك، إذا ما بتوزع رابط الفيديو كون رسالتك ما راح تصل يعني. فوزع رابط الفيديو يا الله بشان تصل رسالتك. قال أرجوك لا تكسر السلسلة وسوف أساعدك عبر شيء تحتاجه حقيقة. بركة في طريقها إليك. توقف، يعني بدك تساعدني في شغلة أحتاجها. أنا والله محتاج بصراحة، ما أحد يذكر لي القناة هاي، ومحتاج توزع لي رابط الفيديو. يلا أنت وشطارتك يا الله، لا نشوف.
قال توقف، أوقف كل ما تفعل وأنقل الرسالة. يا سلام، أصير شغال عندك، وصرنا شغالين عندك يعني. المهم، غدا سيكون أجمل يوم في حياتك، لا تكسر هذه السلسلة. أرسل هذه الصفحة إلى 14 صديق في 10 دقائق. الساعة تبدأ الآن، تضرب منك لهالرسالة يا الله، قد ما أنك تافه يا الله. على كل حال أصدقائي، ماما روز عم تقول جانا أنا وصلتني أدعية صلعومي، أدعية صلعومية. يعني بصراحة هذا الله ذات نفسه، هذا يسوع الدلوع اللي بعت لي الرسالة، يعني ما صلعومية عن جد. الياس عن جد، واحد بعت لي رسالة باسم الله انه هو يسوع الدلوع، ومثل ما قرأت لكم اياه، وهي اسمه اظن صل، خليني اكبر الصفحة واعمل لكم شير وفرجيكم الرسالة. يلا، هي الصفحة كبرناها، بس ده اعمل شير اريكم الرسالة. آسف، أظن الصفحة الأخرى هاي، والمفروض أفتح صفحة ثانية. هاي الصفحة. على كل حال، أين الرسائل؟ هون واحد خربط شوي الرسائل. هاي الرسائل، هذا هو الحبيب اللي بعت لي إياها الرسالة هاي. اقرأ هذا وقدر محبتي لك، أحبك وأعرف بأنك سوف تصدم، ولكن لأنك تعني لي الكثير أحاول أن أقترب منك، ولكن يبدو لي أنك في مكان آخر. في كل مرة أعطيك انتباهي لا تلبث تفكر في شخص آخر، أتألم حين أنادي ولا يرد علي أحد، أحاول أن أعطيك ذاتي ولكن لا يبدو أنك جاهز. توقف، دعني أحبك، أنا يسوع، يسوع الدلوع. ده بتاع مين ده؟ كل يوم تفتح هاتفك ما بلا 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 تفتح، ولكن كم مرة تفتح الكتاب المقدس لتقرأ رسالة الله؟ أرجو أن تقرأ حتى النهاية. اسمي الله، شايفين اسمي الله، بالكاد لديك وقت لدي، وما لي وقت لديك غير أستهزئ فيك يا يسوع الدلوع يا الله. قال أنا أحبك وأباركك، يعني تباركني، لو ما كنت تباركني كان شو صار بحالي. على كل حال، فهي هي الرسالة يا أخوي الياس. يعني بجد في عالم مهووس لهالدرجة هاي، في عالم أغبياء لهالدرجة هاي، حتى يبعثونا رسائل بهال سذاجة هاي. للأسف، أتمنى تكون معنا أخوي وليد. هل مش الحال؟ أظن وليد ليس معنا. طيب، يا وليد تسمعني؟ وليد، طيب أظن الأخ وليد ما معنا. على كل حال أصدقائي، أعتذر لهالعطل الفني هذا. طيب، إذا تسمعني يا أخوي وليد، يا ريت، ما بعرف شو القصة بصراحة، ليش ما عم تقدر تدخل؟ أتمنى تدخل معنا بكل سرعة، يعني نشوف أصدقائنا اللي على اليوتيوب. أصدقائي، إذا في عندكم أي مناقشات نتناقش سوا حتى يجينا أخونا وليد. أتمنى يعني عسى خير، مثل ما بقولوا عسى خير. القناة
عم نقول اختفت فجأة واليوم شفتها وكانت مختفية كتير. أهلا بالشباب، أهلا بكل الأصدقاء، يعني اعذروني. عمر أهلا بالصحابي الجليل جان، يا ريت يا ريت تكون صحابي، كان هلا أقل شيء نابنا شيء من الغنائم، ولكن حتى الغنائم نحن بعيدين عنا للأسف. يعني عم أظن علي عم بيقول نعم جان، ممكن أعرف متى الحد؟ قصدي صرت ملحد. على كل حال علي، أنا بصراحة حكيت قصتي بكذا موقع، وموجود حتى في حلقة مؤمنين وملحدين، وراح أحكيها باختصار. أنا ملحد منذ مثل ما بقولوا. طيب نشوف أخونا وليد. ها وليد، شو صار معك حبيبي؟ يعني الصفحة اللي بعت إياها مش جاي تفتح عندي، يعني طلعت كانت نيجاتيف. يعني قلت لك يعني قبل الحلقة لازم شوية تضبطها، يلا يعني مو رأساً تفاجئني. طيب معلش، معناتها خليها مرة أخرى، معناتها أخوي وليد، لأنه بصراحة يعني انا بعثت لك قبل وما بعرف، يعني حتى ان لك فرجيتك اياها كيف تنفتح يعني، وسويت لك وفتحناها سوا يعني. يا حبيبي مو قلت لك يعني قبل الحلقة؟ انا قبل الحلقة بعثت لك اياها. ما يعني هلا قبل الحلقة بشوية بعت لي اياها، يعني طيب فاجأتني طيب يعني. يعني بصراحة ما وقت العتاب هلا، انا اسف يا ما لا في. لا اكيد، لا اكيد مو مسألة عتاب، يعني انا يعني مفرغ حالي ومتحمس جدا يعني. ايه طيب، ما بعرف يعني، انا بصراحة انا ما بدي البرنامج هذا يبين قدام الناس انه مو جيد يعني، فلذلك لا انا فرجيتك اياها وعلمتك كيف تعملها، وهي بعثت لك الرابط قبل الحلقة كمان، رجعت نفس الشيء. ما بعرف، عم بقول لك هات اعمل لي شير سكرين حتى دخلك، اعمل لي شير سكرين. هو كيف يعني استعمل شير سكرين؟ وقلت لك يعني انا لازم اضبط معاك يعني قبل الحلقه يا حبيبي. يعني هلا بدي افتح الرابط يدخلني على جوجل. اوكي طيب اعمل لي شير سكرين بسكايب. يعني شير سكرين بسكايب، بس اعمل لي شير سكرين مشان تدخل علي. اسف اصدقائي على ال، قلت لي كيف اعمل شير سكرين؟ السكايب عندك في تحت جنب التليفون الأحمر في إشارة زائد، ضغط عليها بتطلع عندك شير سكرين، مضبوط. اي اوكي كلمة شير سكرين. أيوة اوكي مضبوط ستار. اوكي تمام. روح على ويندو اكسبلورر. ويندو اكسبلورر روح على جوجل. احنا على جوجل. الله، انت ان سايند ان مو هيك؟ ها انت داخل بالسايند ان يعني، ما في كيف يعني؟ انت موجود روح على فيسبوك. افتح المسج. هذا الرابط اللي بعد يا انت. هون سوي سايند ان. هو داخل هذا الايميل مالتي ما جاي قبل.
حبيبي انت داخل بأي حساب؟ ارجع شيلها، يرجع هذا الحساب تدخل عليه يطلع لي هذا. شو الفصل عم بيقول؟ هذا اكونت. طيب طيب شيل الصفحة، شيل هالصفحة هاي. اروح على جوجل. جوجل؟ اه جوجل، ادخل على جوجل. اوكي. سايند اوت. وين ساين؟ هون هون عند الشارة البرتقالية دبليو. دبليو؟ يعني حضغط عليها. سايند اوت. ورجع سايند ان. هلا روح على جوجل. هذا جوجل. على فيسبوك سوري. روح على اللينك. روح على اللينك. وين اللينك؟ تمام. طيب شو رأيك تدخل بهالاكونت هذا؟ حط الباسورد هون، ادخل بهالاكونت. ما اعرف الباسورد تبع بكي. ما تعرف الباسورد؟ طيب طيب حط الاكونت الثاني تبعك، ما في اكونت غيره هون؟ ها يعني انت وبصراحه. طيب روح على شيل الويندوز اكسبلورر، روح على جوجل كروم. شو هو الكيزبورد؟ اوكي هذا ويندوز كروم. هذا كروم. روح على فيسبوك هون. من هون اروح على فيسبوك؟ اوكي. هلا ادخل على اللينك هذا. ولا يهمك ولا يهمك. اوكي. ماشي الحال. طيب ارجع على الويندوز اكسبلور، ارجع على الويندوز اكسبلور هون ما عم يمشي الحال. ما لسه فاضل. هلا اروح على جوجل. اعتذر اصدقائي على العطل الفني هذا، واتمنى يصلح بكل قريبا مثل ما اقوله. هلا روح على الفيسبوك اخوي وليد. من هون؟ من ما بدك باي طريقه روح، المهم روح على فيسبوك. اروح على الرابط. هلا تمام، هلا وصلنا لبعض. خليك خليك خليك، طول طول بالك. ايوه هلا ساوي اجري، حط اي هاف ريد. ايوه تمام، حط جوين. جون اكبس عليها. ايوه هلا صرت معي. اهلا وسهلا حبيبنا وليد، واخيرا معنا بطل الشاشه. سامعني ولا؟ سامعك صوت وصوره وانت على الهواء. في صدى بيزعجك؟ اخلي الميكروفون اذا الصوت في صدى. لا لا انا بشي ما في، ما عليك تعمل شيء. خلينا اهلا وسهلا فيك وليد، واخيرا ضبطت.
خلينا بس يعني بطاقة تعريفية ورحب فيك وبالأصدقاء المتواجدين. الله يسلمك. أنا أشكرك على هاي الفرصة الجميلة، وتحياتي إلك ولقناتك، هاي القناة التنويرية الجميلة، وتحياتي إلى كل المشاهدين، وأتمنى أن تكون حلقة جميلة مثمرة نورانية، أن نرسل من خلالها السلام والمحبة للجميع. بكل تأكيد أخوي وليد، وأكيد راح تكون حلقة رائعة بوجودك يعني، وأسفين أصدقائي مرة أخرى يعني على شوي العطل هذا، يعني ما كل الناس بتكون إلى اطلاع بالكمبيوتر، وخصوصاً اللي ما له تجربة بالهانج أوت يعني، فما تأخذونا، وأسفين كتير على اللي بيقولوا بتاع إيه ده العطل. طيب وليد حبيبنا، وليد مثل ما بتعرف نحن يعني عادة البرنامج أو الشخص أول مرة بيكون معنا نحكي بالطفولة، من الطفولة إلى الشيخوخة مثل ما بيقولوا. علاقتك مع الدين بالطفولة كيف كانت؟ كيف كان أهلك يعاملوك كدينيا، مجتمع الثقافة اللي كنت موجود فيها دينيا؟ تفضل. بالبداية يعني راح تكون بداية جدا جميلة، هي مهمة، هي يمكن اللي خلتني أن تتغير حياتي، اللي هو أنا هلا. شلون صارت؟ يعني أنا أكيد ربيت في عائلة دينية مسلمة معتدلة إذا صح التعبير، يعني إحنا نقول بالعراقي نقول ناس من أهل الله مسالمين. فكانت والدتي تشتغل مدرسة، فكانت تخليني أجدي من تروح على المدرسة، فكان يعني كان بعد الأستاذ مو مدرسة، يمكن كان عمري 5 سنين تقريبا، فكان جدي يأخذني معاه من يروح يتسوق، يعني كان تاجر قماش، فمن كان يأخذني معه كان يشوف خبز بالأرض، فكان ينظف هاي الخبزة ويأكلها ويخليها على رأسه يبوسها ويخليها على قصته ويأكلها. أنا طفل يعني ثارتني هذا المشهد، فأسأله أقول له جدو يعني ليش تسوي هالشكل؟ قال لي ابني هاي نعمة الله، فلازم نحترم هاي نعمة الله. فبقت عالقة بالذاكرة. بعدين مرت السنين فباقي عالقة في الذاكرة هاي. فجدتي اللي هي زوجته، فكان الجار جارهم بيت مفادي، بيت مسيحيين، فكان يمكن عمري بهذيك الفترة يمكن 12 أو 13 ما بتذكر يعني. تعرف احنا بالوطن العربي من نسوي أكلة أو شيء فنشارك الجار يعني في الأشياء الجميلة نفتقدها احنا هنا بالغربة. نحن بنقول له سكبة سكبة، بنسكب للجيران. ايه، فالمهم بيت مفادي هم ناس مسيحيين. يوم من الأيام جابوا طبق لذيذ جدا يعني، فإلى جدتي طرقوا الباب قالوا لها هذا طبخنا شيء طيب وكذا وذكرناكم، انطتهم اياه. فاول ما راحوا فجدتي ايش سوت؟ شالت الطبق ذبتها بالزباله، رمتها سلت الزباله. انا شفت هي يعني هي انسانه، جدتي انسانه بسيطه جدا وكثير طيبه، بس هاي الثقافة اللي ربط فيها الثقافة الدينية الإسلامية. فقلت لها شو عملت يا ليش سويت هالشكل؟ فقالت اسكت هذول مسيحيين نكسين. أنا يعني ذكرت جدي كان يشيل الخبز وينظفه ممكن يأكله أو يخليه على جنب. جدتي شيل نعمة الله ذلها بالزبل.
فصارت هاي التساؤلات يعني. فبديت أبحث، بديت أبحث عن الحقيقة، ليش مثلا المسيحيين نكسين؟ طبعا بدت عندي تساؤلات، أسأل أفتش عن الحقيقة. أنا ربيت في عائلة شيعية من طائفة الشيعة، فدائما يقولون إحنا الصح، إحنا الطريق الوحيد إلى الله، والباقي يروحون إلى النار. أوكي، فخالي كان يعني مثقف دينيا كثير، يعني عنده معلومات كثير، كان يناقش كذا، فأنا حبيت أن أصير مثل خالي. يعني خالي كان يعني إنسان مثقف وعنده معلومات غزيرة جدا 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 من ناحية الدين أو من ناحية المذهب الشيعي، فكان دائما مناظرات بين الأصدقاء والكذا. فأنا بذيك الفترة يعني حبيت أن أكون مثل خالي، أريد أصير إنسان ذكي، أدافع عن هذا الدين. أوكي، فأريد أناقش وكذا، فتأثرت بشخصيته كثير، فدائما أسأله وأسئلة يعني دينية فقهية عن الحلال والحرام وكذا، فكان الجواب دائما موجود من عنده، أو من أشوفه من يتناقش مع شخص آخر من الطائفة السنية، فكان دائما هو الأقوى. بدي أسألك، سألته شيء لخالك مثلا، ليش جدتي كبت الأكل مع أنه جدي بقول لك شيل الخبز هالموضوع هذا؟ ما في هو ما في جواب، لأن يعني ممكن إذا أسأله، أنا ما سألته، بس إذا ممكن أسأله فأكيد راح يأيد هذا الشيء، راح يقول لك المسيح هم نكسين، فلأن هذا موجود بالقرآن. أوكي، فالمهم فحبيت أن أصير أفضل من عنده، تأثرت بشخصيته بمعلوماته، فما كانت الغاية أن أوصل إلى يعني رفض الإله، ما كانت هالغاية عندي، بالعكس يعني كنت لا أريد أبحث على هذا الإله، ولماذا مثلا الشيعة الوحيدين هم اللي يدخلون الجنة والبقية يدخلون إلى النار؟ طبعا بس الشيعة المفروض، يعني البقية الخليقة مو بس السنة. وليد الحلاوة هون إنه الإنسان لما يبحث عن الدين، وأغلب الأصدقاء هيك تجربتهم بتكون إنه جايين يبحثوا عن الدين مشان يدافعوا عن الدين، فبيلاقوا حالهم يطلعوا من الدين يعني. فهي نقطة يعني أنا أعتبر اللي أعتبر هاي هداية، وأعتبر نور من الله الرئيسي اللي ما بعرفه وين يعني. فهي هداية يعني، اللي يبدي يبحث ويدور الحقيقة موجودة. فعلى كل، فبديت أبحث وأسأل، بعدين يعني كثير مثلا يعني اللي خلتني أن أرفض هذا الإله هو القرآن، التناقضات اللي موجودة به يعني، والآيات على القتال والكره الآخر. فمثلا يعني خلينا نشوف هنا الآية، يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يعني شنو هذا الإله اللي يشفي صدور المؤمنين بالقتل؟ يعني هنا أكو يعني المفروض واحد يتوقف شوية. يعني إذا مثلا إذا الله هو رحيم وعادل، طيب أنت عندك يعني لعبة مثلا تخلقنا وبعدين لازم نقاتل لأجلك وكذا. فهاي التساؤلات بدأت تكثر عندي، لماذا لماذا لماذا؟ فما يعني ما شاهدت أي سلام بالديانة الإسلامية.
بعدين يجي واحد مثلا ممكن يقول لك لا هذا مو هذا مو اسلام، انت تفهمون الآية القرآنية سطحيا او كذا او كذا. او يجي اخر يقول لك لا هل يعني هسه يلا صار ما في سنة ولا في شيعة من قبل، لا لا لا، يعني يقول له ارجوك العراق 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 بين السنة والشيعة هو عراق يعني قديم جدا جدا قديم، يعني ممكن هسه شوية صار انترنت، صارت تلفزيون، صار كذا، بدأت الناس تشوف حقيقة الإسلام. يعني الإسلام هو بدأ بالقتل، أسلم تسلم أو تدفع الجزية. فيعني يعني أريد أعرف هذا الإله شو يريد. يعني ناس قاعدين بلد كذا، تيجي أنت تخزيهم غزوة وتسبي نسائهم وتبيعهم وتغتصبهم. يعني هذا ما في سنة وشيعة، هذا مذهب، هذا الدين الإسلامي كامل. هلا في كثير ناس بيقول لك داعش لا تمثل الإسلام وهالحكي اللي بنسمعه. يعني داعش باعت الأزيديات وسابوا الأزيديات وفتحوا أسواق النخاسة، برأيك ما هو الإسلام الحقيقي هذا هو؟ يعني الإسلام الحقيقي هو إسلام محمد. شو هو الجديد؟ يعني صارت غزوات وفتوحات متسمى بالفتوحات، باعوا الجواري، باعوا سبوا النساء وباعوهم واختصبوهم وقتلوا الرجال. يعني مثلا غزوة تبوك، مثلا غزوة تبوك كان القائد بها خالد بن الوليد من غزو تبوك. فخالد بن الوليد أعطى أمر يقتل كل شخص من عمر 14 سنة فما فوق. هذا تاريخ إسلامي، لا حد يعني يجمل الأشياء، لا حد يقول مثلا هذا مو إسلام، هذا تاريخ اللي يرويه السنة والشيعة. فقتل من عمر 14 سنة فما فوق. هنا أنا أقفد نقطة معينة أرد أضيفها. ذيك الفترة ما كان أكو هوية، يعني كانت التقدير بالشكل. ممكن واحد عمره مثلا 12 سنة بس هو طويل وضخم وكذا، فهذا هذا 14 إيه، هذا 15 إيه، يعني هالشكل كانت ببساطة. يعني فأمر بقتل شكو شاب من 14 فما فوق، يقتل، يقطع رأسه. أظن هو فعل مثل ما فعل نبيه، يعني يشوف شعر العانة. اسمح لي، يطلع شعر العانة يقتل. اسمح لي. فواحد من الجيش غضب على هاي على هذا الفعل، فراح الى محمد فقال له يا رسول الله، خالد بن الوليد لقد ارتكب اثما كبيرا. قال له ايش سوى؟ قال له امر ان يقتل كل شخص من 14 سنه فما فوق. فمحمد ايش سوى؟ اكثر ما سوى، يعني لا عاقبه ولا كذا، وجهه الى الكعبه، قال اغفر الى إلهي، أغفر إلى خالد بن الوليد لقد ارتكب إثما عظيما. يعني بشرفك أنت تقتل مدينة كاملة، بس هذا يعني قدرت تقوله أغفر لخالد بن الوليد وعلى شنو؟ يعني هنا كم عائلة انسبت، كم طفل أصبح يتيم، كم امرأة انباعت. فهو هذا، يعني هو هذا الدين. يعني داعش هي الصورة الحقيقية بما، يعني مثل ما كان بالسابق الحرق. الحرق يقول لك ها داعش حرقه هذا الشخص الأردني المسكين، طيار الأردني، فيقول لك شوف داعش شو سوت، ما أعرف شنو، صنع اليهود، وإحنا دائما نجيب اليهود وأمريكا والكفار وكذا وهذا. طيب أبو بكر أول من حرق بالإسلام،
في تاريخ، ارجعوا للتاريخ، ابو بكر حرق الياس، شخص اسمه الياس لف ببطانيه بمحارم وحرقها بالمسجد. علي بن ابي طالب قتل، عفوا حرق. فالحرق موجود والقتل موجود والسبي موجود. داعش ما جابت اي شيء جديد. ممكن جابت شيء جديد الوحيد داعش هي التصوير والكاميرات، فصورت خلتها على ارض الواقع. فحتى لو نغلط نفسنا، يعني انا اتمنى من اي شخص مسلم او موحد ان ليه يخاف من هذا الله، لان الله بالاسلام مرعب، يعني شيء مخيف، عنده عذاب أليم وعنده جهنم ما اعرف ايش قد، ووقودها الناس والحجاره. بدي اسالك وليد، برايك يعني كيف نوصل الفكره للشخص هذا الخايف من الله؟ كيف نوصل له الفكره انه لا تخاف يا اخي، يعني نشيل هالمقدس عن هالخوف، نشيل هالخوف من قلبه يخليه يفكر الانسان؟ كيف ممكن نخليه يفكر؟ هو ممكن يعني هو يساعد نفسه. اولا يجب ان اي شيء يسمعه او يقرا القران فيسال عن ايات القتال مثلا، ليش مثلا، يعني وهل محمد، هل قوانين محمد تصلح الى كل زمان ومكان مثلا؟ يعني اللي اريد اقوله شنو، يعني يسال دائما، يطلع. الان كل شيء موجود، الانترنت موجود، اي معلومه ممكن اي واحد ياخذها بسهوله جدا، ما تستغرق دقائق. اتمنى من كل شخص ما يخاف من الله، ودائما يسال. والله الله ما يحتاج، الله الاسلام ما يحتاج ان يسوي في جهنم وما اعرف شنو باربيكيو وكذا، ويوعد الناس بعذاب اليم وبعدين عذاب القبر وكذا. يعني هاي الخرافات كانت تمشي على الناس اللي عايشين في الصحراء. العالم الان تطور، العالم الان يناشد بحقوق الانسان. فما ممكن اكو في اله يواعد الناس بالجهنم والعذاب وكذا. وزين اكو في تساؤلات مثلا، الرحمن الرحيم هو اسماء من اسمائه، هو مو هو يدعي يعني رحمن؟ زين انت رحمن بعدين يقول لك شديد العقاب، يعني ليش تتناقض نفسك انت يعني؟ فيعني هاي الأسئلة هي اللي تخلص الإنسان من الظلمات إلى النور، توصله. بكل تأكيد أخوي وليد. حكينا وليد كيف يعني أنت لما بدأت تشك بالدين، هل فكرت بدين آخر مثلا، بدين مسيحية نقول، بوذية، قرأت فيه؟ سؤال جيد من حضرتك. سؤال جيد. قلت لك من كنت أبحث بين المذهبين، المذهب الشيعي والسني، من خلال المناظرات وأسمع خالي وكذا. فقلت لك هي ما كانت الفرصة أن مثلا أنكر الله أو كذا مثل ما قلت بالسابق. فبعدين من شفت التناقضات بين المذهبين، المذهب الشيعي والمذهب السني، وشفت كم الكراهية الموجودة بيناتهم. واحد يكره الثاني، هذا طبعا مو هسه خاف واحد يقول لك لا هسه بعد الغزو والربيع العربي وتدخلت ما اعرف شنو، لا هاي قديمة مثل ما ذكرت. فشفت الكره الشديد بين الناس، فرفضت هذا الدين. قلت انا ما اريد اكره، انا اريد اعيش في سلام ومحبه. فاطلعت على قلت خليني اشوف يا ديني يناسبني،
خلينا نشوف مثلا المسيحيه، المسيح دائما يدعي الى السلام والمحبه. فاطلعت على الديانه المسيحيه، قلت خلينا نشوف، لان يقول لك شلون اذا شخص مات بالله، يقول شلون اذا مات كافر فيموت موتة الجاهليه، او يقول ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، يعني الكل راح تلعن. يعني هاي الصوره 161 من سوره البقره. فقلت يعني انا ما اريد الله والملائكه والناس وراح يتجمعون بعدين ويلعنون بي، ما عندهم شغل وعمل، الله يسوي بالسماوات ويجمع الملائكه، يا ملائكه تعالوا تعالوا نلعن فلان، وليد ما تعالوا خلنا نلعن. فقلت ما اريد انا، فشيء مخيف. فبدأت ان اطلع على الديانات الاخرى، ايضا وجدت بالديانات الاخرى ايضا موجوده الكراهيه، موجوده العنصريه، رغم مثلا رغم ان الديانه المسيحيه ديانه سلام ومحبه جميله جدا. يعني انا اذا كنت مضطر ان اختار دين في حاله اضطراريه، سوف اختار الديانه المسيحيه اذا كنت مضطر. فالاطلاع على الديانات الاخرى، من اطلعت شفت كل الديانات عندها انانيه نفسها، وكلهم عندهم يقول لك اني الطريق الوحيد الى الله. طيب ما هو دليلك؟ يعني اعطيني تاريخك. طيب شو الدليل اللي بدك اياه انت كشخص وليد؟ شو بدك الدليل اللي بدك اياه حتى تقتنع؟ ما بدي دليل، انا بدي قناعه، انا اقتنع الاول، ان اقتنع هذا الدين دين محبه وسلام، ومي خليني ان اعيش حياه رعب. اريد دين ما يقول لي احنا الوحيدين الى نروح لله والباقي الى جهنم والباقي خطا. طيب يا اخي يعني شلون مثلا؟ يعني هاي مثل ما اعرف، يعني كابوس. الديانات هي عباره عن كابوس، الدين الديانات عباره عن صندوق، صندوق يحدد الانسان ويحدد الله، يعني يجيب الله يخليه في صندوق، يعني يغلق عقله، يخلي العقل محدد، يعني يركز على دينه ونبيه وكتابه وكذا، ما يخليه يطلع على الثقافة الأخرى، ما يخليه يطلع على الديانة الأخرى كذا، لا خلاص صندقه وجاب الله ما تهم، خلاه في صندوق وانتهى العالم، صار عبارة عن صندوق صغير. بدي أقول لك، طب أنت دخلت خلينا نقول العالم اللاديني، نعم، هل كيف دخلت اللادينية؟ هل دخلت من خلال الإنترنت مثلا، من خلال بس اطلاعاتك قراءاتك؟ هو قلت لك، يعني انا دخلت على هذا الشيء من الصغر، يعني من كنت صغير، يعني كنت طفل، بدأت هاي التساؤلات. ماكو في شيء اسمه قناعه بالديانات. لقيت حالي ولقيت نفسي انا انتمي للانسان اكثر، فأرد أعيش في محبة. شفت المحبة بالعلمانية، يعني أخواننا الملحدين ما شفنا من عندهم أي كره للآخر، دائما عايشين في سلام، ما يقول لك أنا راح أنا الصح وهذاك خطأ، دائما عايش في سلام ومحبة ويحب الجميع، وما عنده مشكلة، يعني ما عنده مشكله. هو من تجاوز هذا الاله المزيف، فهو اصبح انسان، خرج من القطيع. يعني انا دائما اقول في بشر وفي انسان،
البشر هم القطيع، هاي الملايين سواء اسلام او مسيح او اي ديانه اخرى، هذا بشر. الشخص من يطلع من هذا القطيع فيصبح انسان، يصبح الى مرحله الانسان. شو قد يصبح الى من مرحله يوصل الى مرحله الانسان؟ من يخرج من هاي الديانات اللي بيها كره، بيها كره الاخر، هذا خطأ، هذا سني، هذا شيعي، هذا مسيحي، هذا كذا، من يخرج من هذا القطيع؟ وصل إلى أعلى مرتبة اللي هي مرتبة الإنسان، هي الإنسان. وليد بصراحة، لأنه صار معنا مشكلة بالبس من البداية، فالمفروض كان أنا أسألك بداية وبدأ، لماذا سميت نفسك ابن الكون؟ وأنا آسف كثير للي صار، أعتذر منك وأعتذر من الأصدقاء، بس راح أطرح السؤال حالا عليك، ليش اخترت تسمي نفسك وليد ابن الكون؟ طبعا يعني مو يعني هذا مو لقبي، إذا تتذكر يعني حتى من تكلمنا بالبداية قلت لي شتب وليد، فكنت ما محضر، قلت لك ها اكتب ابن الارض، ها او اكتب ابن الكون، يعني هذا مو لقب، حتى للناس يقول لك ها هذا مسمي نفسه ابن الكون وما اعرف شنو كذا، لا هي يعني كل حال هلا من الان فصاعدا صار لقبك، يعني شافوك اول مره بوليد ابن الكون راح تسحب معك يعني اكيد. تسميه حلوه يعني، انا ليش ما اعرف من طلع هذا الاسم من عندي بدون تفكير ومقدمات إلى الكون هو الله، هذا هاي يعني بالديانات أو بالثقافات الأخرى، يعني إحنا العرب نسميه الله، بالإنجليزية God، باليهودية إلى أسماء أشقد ما شاء الله هواية، كل ما أعرف كم اسم عنده، فأنا أسميه كون، الله ما تسميه الكون، أسميه طاقة، الله هو الطاقة، يعني الله ما محتاج دليل أن أنت أو أنا أن نعترف به، هو خارج عن الزمان والمكان، يعني سميت نفسي ابن الكون، يعني ابن الله، ابن الإله الحقيقي، إذا كان موجود أو ما موجود ما يعني لي. أوكي، اللي أوجدنا هو الكون ذات نفسه بصراحة، ويعني نحن أولاد الكون، نشئنا أو أبينا يعني، فنحن جزء من الكون. على كل إن أخوي وليد، يعني بدي أروح على موضوع آخر، نشوف الوضع المرأة، مثلا المرأة الموجودة عندنا في الشرق الأوسط، المرأة المسلمة، كيف بتقيم وضعه وتأثيره على مجتمعنا؟ مسكينة المرأة، مسكينة بالمجتمع العربي، يعني المرأة ضحية دائما، يعني والله مسكينة، يعني إذا هو الله سماها فتنة، هي طلعت مثل هاي بالقصة القديمة، يقول لك طلعت آدم من الجنة وكذا هي هو الله قال إن كيدهن لعظيم، أي يعني دائما يمثلوها بالشيطانة ما أعرف يعني الدور المرأة، أتمنى أن تأخذ يعني دور أفضل، أتمنى من بلادنا العربية أن ميد ينتقصون من المرأة، مثلا يعني عندك بعض الدول حتى سوق سيارة ما يخلوهم يسوقون، يعني ما تطلع لازم المرأة إذا مو تأخذ موافقة، إذا واحد اشتم العطر مالتها اعتبرت زانية، يعني شنو هذا الكلام؟ فهم راح نرجع وين نرجع لهذا الدين السخيف اللي احتقر المرأة، ده يعني بالقرآن يقول اضربوهم، يعني هو ده النبي يقول لك اضربوهم، زين هاي المسكينة شو تسوي؟ يعني يجي يمارس عليها العنف او
او يتركها واهجروهم واضربوهم. مو يعني هذا قران يعني ما بي لا سنه ولا شيعه. فاذا هو القران يقول يعني خالها في مستوى واطي جدا. فاللي اريد اقول يعني انا اقول يعني متالم كثير على المراه بالدين الاسلامي تحديدا. للاسف الشديد هو اللي وصلنا لهالمرحله هي. يعني لو المراه لو كانت واعيه ومثقفه، طبعا هي مربيه كل الناس الموجودين كان ذكورا او اناث يعني، فلو كانت واعيه ومثقفه كمسيلاتها في العالم كان اكيد وضعنا بيكون مختلف يعني. طبعا. سؤال اخر بدي اسالك اياه عن نظرتك للاعجاز العلمي. شايفين الناس اللي بيطلعوا وبيقول لك اعجاز علمي في الايه الفلانيه واعجاز علمي، ويعني بده يخرفوا العلم يوصلوا لمرحله الخرافه، كيف تنظر لهم لهالناس هي؟ كيف تشوف الاعجاز العلمي هذا ذات نفسه؟ الاعجاز العلمي قصدك وين يعني تقصد؟ بالقران اكثر شيء يعني. هو نحن بما انه المتكلمين بالعربيه الاغلبيه الساحقه منهم من خلفيه اسلاميه، فنركز شوي على القران. اوكي. يعني هو دائما اي شيء يطلع يقول لك هذا موجود بالقران. اي شيء يعني اي شيء فد ابتكار فد شيء يعني مبهر يقول لك بالقران موجود. زين ادري بالقران موجود، مو الغرب هو طلعه، ليش ما طلعته انت اذا هو موجود؟ بس يعني انت طلعه خلي الغرب يستفاد من عندنا. وما في شيء اسمه الاعجاز يعني. مثلا يعني مثلا شلون يقول لك ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. يقول لك ها شوف السلطان هذا الصاروخ. زين مو ادري يقول لك بعدين وصلوا وين الاعجاز؟ يقول لك لا تنفذوا الا بسلطان. ما اتذكر تكمله الايه بس ما معناته يقول لك ما راح توصلون ابد. ف يعني انا ما سمعت بيقولوا لك انه يعني القران ذكر انه النجوم هي رجوم للشياطين بيرجم فيها الله الشياطين بيرجموا فيها. اي يعني يقول لك يعني يصعدون الشياطين واحد فوق الاخر حتى يستنطون ايش جاي يصير حديث، فيسرقون السمع وبعدين يرجمهم بنجم هائل. زين طيب الشيطان ايش قد حجمه؟ ويعني شنو حجم الشيطان بالنسبه الى النجم الى هذا الشهب؟ يعني فشي خرافات يعني مثل فيلم خيال علمي. يعني فيلم بي كثير مثل احنا بالعراق مرات بنشوف فشي كذب او فشي مستحيل يقول لك هذا فيلم هندي. يعني هذا مثل الفيلم الهندي. يعني تتخيل واحد الشياطين تصعد واحد فوق الله وبعدين يصعدون. زين ادري شنو يعني ما دافته يعني قصص تليق للاطفال الصغار حتى يخوفوهم او كذا. ف انا ما اشوف اي اعجاز بالقران، اكثر ما اشوف متناقضات كثيره وكره. بالضبط اخوي وليد. يعني للاسف مثل ما قلت يعني القصص الموجوده في القران خصوصا يعني شيء مضحك، شيء يعني المحزن انه كثير ناس حتى بتلاقيهم دكاتره محاميين مهندسين مصدقين بهالخرافات هي، وبعدوا جاءوا امام رجل الدين وبيهزوا راسهم. يعني شيء محزن بصراحة، شيء محزن لبعض الحدود. يعني أرجع للبداية،
قلت لك اللي ساعدني يعني اللي ساعدني ان اوصل الى مرحله الانسان هي التناقضات اللي بالدين الاسلامي، الخرافه بالدين الاسلامي، الرعب بالدين الاسلامي. يعني مثلا في قصه صاحبه فضل علي انا اعتبرها اللي هي غيرتني ايضا، هي كانت احد القصص اللي خلتني اتغير وارفض هذا الدين. مثلا الاسراء والمعراج، يعني فيلم رعب، يعني من عرج الى السماء صعد ببغله او حصان ما اعرف شنو، فمن شاف اهل النار، واكثر اهل النار هم المساكين هم النساء، لان يعني اذا طلعت اذا اشتمها واحد هاي زنت، والزانية عقابها الله يستر. فهذا هذا العذاب وهاي الصورة البشعة اللي موجودة هي خلتني أتساءل، أقول يعني مستحيل أكو إله خالق هذا الكون الهائل اللي ما له نهاية أن يخلي عقله مع صناعته، مع صنيعته هو، يعني البشر هي صناعته هو، وبعدين إذا أنت آمن بي أنا راح أشويك. زين طيب، يعني هي أشياء يعني واحد يضحك بس يتألم. يعني أنا مثلا أنا كنت عايش في هذا الرعب يا أخي، وأنا متأكد كل المسلمين قاطبة عايشين هذا الرعب. يعني أنا مرات مثلا أتناقش نقاش بسيط يعني، أو أطرح في موضوع بسيط مع الأصدقاء، فرأسي يقول لك لا لا الله يخليك دخيلك خلنا نترك الله، أصبح يخاف عايش بالرعب. والمسلم عايش بالمتناقضات بالنفاق، ينافق مع نفسه. يعني مثلا في ناس قلت لك ناس من نقعد مثلا يشرب الكحول، فهو يشرب وما يقول لك ما عندي مشكلة أنا ويا الديانات ويا الكذا وهذا، من تجي شوية تخلي فد معلومة قدامه على محمد أو على التناقض بالقرآن أو كذا، يقول لك لا دخيلك ما لنا علاقة بهالأشياء. زين طيب، الى متى هذا البشر يبقى متقوقع؟ يعني محمد انسان ذكي جدا، سوى هذا الدين وخلى الاطاعه عمياء الى والرب، فيعني حبكه قويه، والدليل ما زال لحد الان الناس متبعته دائما كله بالخوف، اذا مش اسمه راح الله ما اعرف يسوي لك، اذا ما تصلي، اذا ما كذا، يعني رعب 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 رعب. بدي اسالك وليد، بما انه مساله الخوف هي، انت كشخص مؤمن سابقا وملحد حاليا، كيف ممكن توصف حالتك النفسية لما كنت مؤمن وحالتك النفسية أنت وملحد حاليا؟ أولا طبعا كلمة ملحد أنا شوية هم ضد كلمة ملحد، لأن الناس البسطاء يقول لك ها ملحد هذا وهذا كذا ما أعرف شنو، يعني بنظر الآخرين الملحد هو ممكن يسوي أي شيء، يعني ممكن الملحد بنظرهم هو عايش بالملذات والفساد، وممكن يسرق، ممكن يروح ينام مع بنت أو يخون أو كذا. فأنا ضد هاي التسمية الملحد، خلي تقول مثلاً منكر، أنا أشوفها شوي ممكن أجمل، لأن مثل ما قلت للناس البقية شوية ما يفتهموها، يقول لك هو هذا ملحد، يعني هذا يعني يلعب قمار، فساد، يشرب، يزني كذا إلى آخره.
بالعكس الملحد هو أكثر إنسانية، أكثر شفقة، أكثر رحمة للآخر، ما عنده كره. الملحد ميكره أي شخص، ما عنده مشكلة. هو تجاوز الديانات، تجاوز هذا الرعب، فأصبح إنسان، أصبح هو الله، هو الله، صار هو الرب. يعني أنا من كنت بداخل هذا ذاك الصندوق ما مرتاح، يعني دائما مثلا الموت، مثلا فكرة الموت فكرة مرعبة. ما في واحد ما عنده خطيئة، معناتها يعني إذا في وعد وعذاب عندك عند الله، إذا مباشر بعد سنة أو كذا، والموت يعني جاي. فكانت فكرة الموت ترعبني، مخيفة، لأن راح أروح على عذاب القبر، ويطلع هذا الأفعى الأقرع وتجي الملائكة وكذا، فرعب. بعدين من وجدت السلام والمحبة، من وجدت الله الحقيقي، هذا الرعب كله زال. أصبح الموت بالنسبة إلي هو انتقالة لا أكثر، تنتقل حياتك وخلاص، يعني مثل أي جهاز هذا خرب وانتهى. ما في بعد، ما في عندي هاي التصورات مثلا عذاب القبر وبعدين أروح لهناك في حساب وكذا، فالتغت عندي هذا الشيء، فأصبحت إنسان، أصبحت جدا سعيد فرحان. هلا أنت كإنسان ملحد طبعا بالمفهوم الحادي وليس بالمفهوم الإيماني، كيف بتشوف الحياة؟ الحياة ذات نفسها كيف بتشوفها؟ كيف تنظر لها للحياة؟ أشوفها الآن حياة ملونة جميلة، الحياة أشوفها عبارة عن يعني عبارة عن سلام ومحبة. ما يعني ما كان ما صار بعد ما راح يصير عندي مثلا كره الآخر. مثلا من كنت أمارس الديانة الإسلامية دائما أنا أفضل، الآن ما عندي أنا أفضل، الإنسان الأفضل الآن بعطائه، إيش راح تسوي للناس، إيش راح تفيد الناس. ما عندي هذا أسود، هذا أبيض، هذا من الصين، ما عندي يعني ما عندي بعد كلمة اسمها هذا خطأ، ما عندي هذا مثلا هذا كافر. فالحياة تلونت، صارت عبارة عن ألوان زاهية جميلة، مجموعة هذول الناس البسطاء يعني مثل الورود، كلهم أحبهم. بينما كنت بالسابق ما لا، هذا سني، هذا كذا، هذا مسيحي، هذا يهودي. ويا أخي إحنا يعني هذيك حياة رمادية، حياة سودة مبنية على الكره، من تطلع بالشارع تسمع المؤذن يأذن، بعدين ورا الصلاة يدعي على اليهود. زين يا أخي اليهود مو إيش بيهم اليهود؟ يعني اليهودي هم إنسان جميل، إحنا ما لنا علاقة بالسياسات. فدائما اللعن، اللهم لعن اليهود والنصارى وكذا، دائما لعن لعن لعن. فحياة سوداوية، حياة رمادية، ما فيها ألوان، ما فيها محبة. فبالتأكيد أشوف الحياة جدا جميلة الآن، تخلصت من هاي الكراهية. برافو برافو. بدي أسألك عن الصلاة، كيف 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 بتقيم الصلاة؟ شو الصلاة يعني؟ المسلم 5 مرات بيصلي وركعات، يعني يقضي لك، ما أنا ما حسبته بصراحة، بس أقل شيء أنا أظن يعني ساعتين هو يطج ويركع. شو بتشوف في هالعبادة هاي؟ عبادة مزيفة، عبادة خطأ وفي دليل على هذا.
يقول لك الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. زين طيب، الصلاة هنا لا نهت لا على الفحشاء ولا على المنكر. الطائفتين بتصلي يوميا 5 مرات، المفروض هي تنهي عن الفحشاء والمنكر، والمفروض هي تكون صلاة بين الإنسان وربه، فتحولت هم الصلاة إلى كره الآخر. يعني بالصلاة يدعي، يشير إيده ويدعي أن يهجم هذا القوم أو يموت هذا الإنسان أو كذا. فإذا هي صلاة مزيفة. يعني أنا ما شفت مثلا، يعني أو يعني دائما هي فيها دعاء سيء للآخر، أو يدعي مثلا الدعاء مثلا نفسه، اللهم ارزقني كذا. فصارت أصبحت مثل التجارة، مثلا صلاة الشكر أو صلاة ما أعرف كذا. يقول لك خلي أصلي ركعتين إلى وجه الله حتى يحقق لي فد شيء، خلي أصلي زايد حتى الله بالجنة ينطيني فد كم حورية منك أو يبني لي. أهم شيء الحوريات يعني. أيه. طيب عندنا سؤال وأنا أشجع أصدقائي. يعني اللي بدي أقوله شنو؟ الصلاة هي صلاة مزيفة، صلاة تبغض الآخر، تدعي على الآخر بالموت، بالعمى، بكل شيء، أو تكون صلاة عبارة عن تجارة، أنا حصل لي حتى الله ينطيني، إذا ما صلي الله ما راح ينطيني. والصلاة هي هم جاية من الخوف، إذا ما صلي، إذا تركت الصلاة لك عذاب أليم. فالصلاة الحقيقية هي حب الناس، ادعي الخير للبشرية كلها مو بس لنفسك. إذا أراد المسلم أن الله يوديه بهاي الجنات اللي ما عاد بيها، خليه يدعي للبشرية كلها، مو يدعي بس على إسرائيل وأمريكا والكفرة ويدعي على الملحدين وكذا. إيش طلعت هاي؟ يعني الله ما عنده شغل وعمل راح بس يظل يسمع لك إلك، وزين توصلكم مئات السنين تدعون والله يهجم إسرائيل وكذا، وذيك إسرائيل أحسن من أفضل. بكل تأكيد. على كل حال أصدقائي، أنا أشجع كل أصدقاء بطرح الأسئلة على أخونا وليد. في سؤال إجاك أخوي وليد من أختنا شيء، عم تقول سؤال لضيفك عن المشتبه به العراقي المتورط في تفجير حافلة فريق بروسيا. ما بعرف إذا عندك أي معلومات أو أي شيء من القبيل. شنو هو التفجير؟ شنو التفجير اللي حصل بمشتبه عراقي؟ التفجير اللي حصل بالحافلة الفريق روسيا، أظن فريق روسي كان بألمانيا. نعم. إذا عندك أي معلومات أو أي شيء. ما عندي معلومات عن يعني إيش بالضبط الشاهد يعني. لا هي بس أظن استفسار ليس أكثر. كل حال أنا أشجع أصدقائي طرح الأسئلة في موضوع الحلقة. أنا أتمنى وأشكر أختنا شيء، أظن بصراحة ما عندنا معلومات يعني بهالموضوع هذا. خلينا نروح على نظرية التطور. كيف تقيم نظرية التطور؟ شو رأيك بنظرية التطور؟ وشو رأيك بالذين ينكرون نظرية التطور؟ نظرية التطور يعني داروين قصدك؟ نعم. يعني أنا هم أنا أيضا يعني ما أؤمن بيها 100%، ولكن أكيد الإنسان تطور من ملايين السنين، لكن ما في شيء يقنعني أكثر يعني أصل الإنسان مثلا القرد. يعني أشك بيها القضية، لكن ممكن كان الإنسان بدائي عقله مو مثل الآن بالتأكيد. ف يعني انا دائما مع العلم، ودائما يعني اشوفه ما اعرف يعني احس بيها ما تقنعني. يعني الانسان قرد من اشوف مثلا واحده جميله حلوه اقول يا معقوله هاي قرد؟ صراحه ما بعرف اذا في
المشكلة في لبس بالموضوع أنه من كثر ما المسلمين يرددوا أنه الإنسان كان أصله قرد، فأظن يعني بعضنا كمان يصل للفكرة هاي. هو نظر التطور بعمره ما قال أنه الإنسان كان قرد. على فكرة نحن لازلنا قرود، يعني نحن قرود إلى الآن، يعني لا هذا شيء علمي وشيء واقعي، يعني ما هو أنه واحد ممكن يضحك منها. المسألة اللي ما فهمانين أخوتنا المسلمين هي أنه القرود هي الصنف، كل شيء كشكل القرد هو الإنسان، الشمبانزي، الغوريلا، البابون، كل أنواع القرود هاي هم قرود، يعني لازلنا قرود يعني. ولكن مثلا لا الشمبانزي في عنا سلف مشترك، يعني نحن جايين من شجرة واحدة وتفرعت، منها فرع الإنسان، منها فرع الشمبانزي، منها فرع البابون والغوريلا وكل هالفروع هاي يعني. فنحن لازلنا قرود يعني بدون أي أدنى شك يعني. هي حتى التسمية يعني ما ريفت شيء انتقاص. احنا بالأول وبالآخر احنا مخلوق، جزء من المخلوقات الموجودة بهذا الكوكب، سواء كنا قرود أو كذا، يعني احنا مخلوقات بشرية، اللي يميزنا فقط العقل لا أكثر، يعني المخلوق الناطق. فاحنا اكثر ذكاء من بقيه المخلوقات، او يعني احنا ننتمي الى كل القرود والمخلوقات الموجوده. بالضبط. نحن يعني نحن جزء من الطبيعه، يعني نحن جزء من الطبيعه. الله، في الزواحف مثلا فيها انواع كثيره، في القطط في انواع كثيره، القطط مثلا في عندك النمر والأسد والفهد يعني أشياء كثيرة من القبيل. والقرود فيها الإنسان والجمبانزي وكل من الفصيلة يعني. بالضبط يعني الفصيلة تسمى كنا قرود، احنا من فصيلة القرود. ممكن هاي كتسمية شوية أكثر قناعة يعني. القرود لها أنواع، يعني القرود ليس نوع واحد، القرود هي الفصيلة. لما نقول قرد هو فصيلة القردة، فصيلة كاملة فيها أنواع. فنحن كنا إنسان من أول ما كنا نسمى إنسانا يعني. والشمبانزي كان يسمى شمبانزي من أول ما كان كائن يعني. فالتسمية هي شوي أهالينا المسلمين شوي يعني ما يعجبتهم، ولانه ما مفهمانين بصراحه هي اظن السبب الرئيسي. راح نرجع عند المسلم، هو محدد، دماغه محدد. هذا يعني غلق نفسه وجعل نفسه في صندوق وانتهى، فبالتاكيد ينكر التطور. يشوف داروين طبعا، اكيد داروين راح يروح بالنار هناك، لان كافر، مو شيعي او مو سني. حتى ما نقول مو مسلم، لان هم راح نرجع نقول الاسلام الشيعي يقول لك انا راح اروح للجنه والسني للنار وذاك الى اخره. فبالتاكيد ما راح يقدر ينظر خارج الصندوق، لان عايش في رعب. فنظريه التطور هي نظريه حقيقيه وفيها ادله علميه كثير، مثل الحوت. الحوت كان كائن بري وليس بحري، وهذا العلم أثبت هذا الشيء. فمثل هم الإنسان، أحد الأدلة يعني مرحلة التطور مالته شلون تطور، الزائدة الدودية، هي الإنسان هي بجسمنا، بس من استفاد من عدها. فيقال يعني قبل ملايين السنين كان الإنسان يأكل هاي الأوراق الأشجار، ما يعرف يطبخ مثل هذا الطبخ اللي نطبخه إحنا وكذا. فكان يأكل الأغصان الأشجار، يأكل اللحم، الحيوانات إلى آخره. فكانت هاي الغدة تفرز مادة حتى تسهل عملية الهضم بالأمعاء والمعدة. فمن تطور الإنسان
فبدأ يعرف اشياء، يعرف يحسن طعامه، يحسن اكله، فبدت هاي الغده تضعف، ما قامت تفرز هاي هذا السائل، فماتت، فبقت في جسم الانسان. ومن استفاد من هذا؟ الزائده الدوديه، صح ولا لا؟ بالضبط. على كل حال، طيب نروح على سؤال اخر. اذا عندك رساله للانسانيه، شو بتقول لهم للانسانيه؟ إذا عندي رسالة، هي فقط أن أتمنى من كل إنسان أن يبحث على الله الحقيقي. أتمنى أن دائما يسأل، ما يخاف من ربه اللي ما عاد بالعذاب. بالعكس، إذا في الله، الله راح ينبسط كثير من هاي الأسئلة. أن يبحث ويدور الجوهر. فأتمنى الناس تعيش بسلام ومحبة وتنتمي إلى ضميرها. أنا أسمي الضمير هو الإله. أن يفتش عن الله الحقيقي. من راح يلقي الله الحقيقي؟ راح يلقي نفسه. فأتمنى أن لا يخافون. دائما خلي يسأل، ليش الله مثلا راح يذنب النار مثلا؟ ليش؟ يعني هاي الأسئلة البسيطة هي اللي راح تقوده إلى النورانية، تقوده إلى السلام. ما في واحد ما يحب السلام بهذا العالم كله. فأتمنى أن ينتشر السلام والمحبة من خلال بحث، من خلال اطلاع، من خلال أسئلة. والآن الحياة سهلة، بدأت تسهل بالإنترنت، بالبرامج الثقافية مثل هذا البرنامج حضرتك، وفي كثير برامج توعي الإنسان. أنا أعتبر كل إنسان يبحث عن الحقيقة بشكل صادق راح يجدها، راح يلقاها. نعم. طب أخوي وليد، إذا في عندك رسالة للمسلمين، شو تقول لهم للمسلمين؟ فأنا إذا عندي رسالة للمسلمين، أقول لهم اتقوا ربكم يا ناس. يا رجل، خربت بيتنا هيك. إذا اتقوا ربهم قتلونا كلياتنا بصراحة. يعني يعني أقولهم كافي، يعني كافي جهل، كافي كره، كافي كره الآخر. لا تحصرون ربكم بكتاب صغير. لا تحصرون الله مع محمد. فرسالتي لهم، حبونا احنا الكفار مثل ما احنا نحبكم، ما عندنا مشكلة وياكم. يعني عيشوا بمحبة. كل انسان حر بنفسه. فاتمنى بس شوي يكفونا شرهم، ما لكم علاقة بينا. على كل حال، بدنا ناخذ اتصال من اخونا ابو الحكم. يا ريت ابو الحكم ترد علينا وتاخذ الغله. يظهر اخونا ابو الحكم طلب الاتصال وما عم يرد علينا. فاتمنى اوكي اسف. طبعا اللي حابب يتصل اهلا وسهلا اكيد. يعني عم بيقول لي جان ممكن حد يتصل. اهلا وسهلا. انا بصراحه السكايب مفتوح، واللي حابب يتصل السكايب مفتوح. اصدقائي اللي اي صديق حابب يتصل ما في اي مشكله. اظن في صديق علي حاول يتصل، انا راح احاول اتصل فيه. ما بعرف اذا الاخ علي كان موجود كمان معنا. طيب
يظهر الأخ علي ما موجود. على كل حال لنشوف إذا أتمنى يكتب لي، أنا بتصل أي صديق حابب يتصل يكتب لي بس إنه حابب يتصل أنا راح أتصل فيه. أخوي وليد خلينا نشوف أخلاق المسلم، الأخلاق يعني يدعون ويشوفوا إنهم أعلى أخلاقيا من الملحد، أخلاقهم أعلى من أخلاق الملحد، شو رأيك أنت بهال؟ طيب خلينا ناخذ الاتصال وارجع لك يا اخوي. ماشي ماشي. طيب يا يا علي، يا علي انا رديت الاتصال، يا ريت ترجع. علي اهلا وسهلا علي. تحياتي يا مجان. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بك، تحياتي لك ولضيفك الكريم. حبيت بس اشارك في سؤالين. تفضل حبيبي. السؤال الاول، شو علة الديان في النساء او في الجنس عامة؟ والسؤال الثاني، ليش اول ما بتقول لاي مسلم انا ملحد يجاوبك في سؤال ليش لا تنكح اختك او امك؟ ما السبب يعني بهالشغلتين؟ انا ما كنت افهمه، فلو سمحت تنظيف بسيط بس وشكرا. اكيد اخوي علي، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. طيب وليد سمعت السؤال، السؤال الأول شو علة الأديان، شو علة الأديان وشو شو همهم بالنساء؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ليش لما المسلم يعني تقصد اهتمامهم بالنساء؟ بالضبط بالضبط. خلينا نجاوب على هالسؤال أول شيء نرجع السؤال الثاني. شو يعني بس شو علة المسلم يعني بالنساء؟ حبه للنساء هذا المقصود؟ لا، شو سر اهتمام الأديان بالنساء؟ الأديان ولا الديانة الإسلامية يعني؟ الأديان، رجل قال الأديان. يعني ما أعرف، هو أنا أقدر أتكلم على الديانة الإسلامية. أوكي تفضل، بما أنه خلفيتك إسلامية تفضل أتكلم عن الديانة الإسلامية. شو سر اهتمام الإسلام بالنساء؟ هو اهتمامهم فقط من ناحية الجنسية، ما في اهتمام آخر، لأن دائما هي المرأة مضطهدة بالإسلام. يا أخي هم يعني عندهم هوس، المسلم عنده فتشي هوس اسمه نساء، لأن نبيهم هو موعدهم في جنة عرضها السماوات والأرض وحور عين، يعني بس فقط جنس. وهذا العربي هو مهووس بالجنس، فبالتأكيد دائما ودائما من ينظر للمرأة ينظر لها جسد، ما ينظر لها كإنسان، ينظر لها من باب المتعة لا أكثر ولا أقل. وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، دائما جنس جنس. فلذلك هو العربي هو محروم كمجتمع، محروم من هاي الثقافة، ينظر للمرأة دائما عضو جنسي لا أكثر ولا لا أكثر. فهذا اهتمام المسلم، دائما يشوف المرأة فقط للجنس، لأن في 70 حورية بعدين وما أعرف إيش قد الحورية. خلينا نأخذ اتصال من سام. أتمنى سام يكون. سام تفضل. سام مباشرة، اسف قطع الحديث، بعتذر منكم. ولا يهمك ولا يهمك سام، انا فكرت عم تتصل لحتى تشارك بالبرنامج. طيب ولا يهمك سام. هيك طبعا. تفضل، معناته انت على الهواء. طيب انا بالحقيقة بس بدي اعقب اذا الصوت مسموع منيح، لان للاسف انا المايك عندي. الصوت رائع، الصوت رائع، تفضل. طيب ممتاز، شكرا. تحياتي لك جاوب للجميع مشان ما نضيع وقتكم. بس بدي احب نوه على شغله انه نحن نوقع بخطا شوي. شوف جاء انا ملحد عتيق جدا جدا، قديم جدا يعني. وحتى لدرجه انه بحياتي ما كنت مؤمن بدين يوما ما، تخيل. تمام. فالقضيه هون انه بس مشان بالنسبه للمسلمين، وهو بالحقيقه يعني كسلوك اخطر دين حاليا موجود، بس مشان ما نعمم يعني، رسالة للمسلمين بكفي تكون، لأنه بصراحة المسلمين في طوائف كتير جدا، وفي طوائف منفتحة، وفي طوائف يعني متزمدة
وهذا الامر معقد جدا. فبالتالي الرساله هي بالاساس اذا انت بدك تعتنق دين، طبعا حقك الطبيعي اسلام او غير اسلام، بس الاساس انك تطبقه على حالك، مش من حقك تطبق اي دين وتفرضه. وهي مشكلتنا بالمجتمعات العربيه الكارثه الكبرى، ولازم دائما نركز عليها برايي الشخصي، انه قوانيننا قوانين دينيه، قوانين كارثيه مدمره للمجتمع لانها قوانين دينيه. صحيح. هذه هي الاساس يعني. فلذلك ما فيها لا احترام ولا شيء للانسان ولا للمراه ولا اي شيء. فهي مشكلتنا الاساسيه. اللي بده يطبق الاسلام يصطفل، هو حر او يعني على نفسه، بس مو تعمل لي قوانين مجتمع. يا حبيبي يا سام، اللي بده يطبق الاسلام يعني ما راح الاسلام هو لا يطبق على فقط على نفسه، يعني الاسلام لازم يجب ان يطبق على كل البشريه. ساعات بده يعمل هيك مجبور بصراحه، لازم محاربته خلينا نقول فكريا، واذا اضطررنا للاسف الشديد انه عم يحصل حاليا ماديا حتى. هو يعني ما في مسلم حقيقي الا اذا بده يطبق الاسلام. الاسلام يدعو لنشر الاسلام في كل المعموره، يعني مستحيل يكون مثلا يطلع لك مسلم يقول لك والله، اذا كان مسلم حقيقي ويريد يطبق الاسلام يقول لك لا انتم لكم دينكم ولدينا. طبعا هذا كلام ما له اي قيمه عند المسلم الحقيقي اللي رايد يطبق الشريعه الاسلاميه. غالبا هيك للاسف اخي جون. بالحقيقه لدي سؤال بالنسبه ان الاله هو بالنسبه له طاقه، يعني هل هو مثلا مؤمن بوجود نوع من الالهه او هكذا يحلل يعني فقط؟ اظن هو هكذا يحلل. تفضل اخوي وليد. ما شنو السؤال؟ انقطع الصوت. سمعك الاخ سام، سمعك تقول ان الاله طاقه، شو قصدك بالاله انه الاله طاقه؟ اوكي انا ما قلت قصدي هو طاقة، خل أوضح شوية. أنا قلت البشر بصورة عامة والديانات بصورة عامة، كل دين هو يسمي يوضع لهذا الإله تسمية، سواء الله أو قاد أو الأسماء الأخرى. فأنا أسمي هذا الإله إذا هو موجود أسميه طاقة، لقب هذا اللقب الطاقة. وأني أحس، عندي إحساس، إحنا جزء من طاقة كبيرة، يعني طاقة كبيرة، طاقة ذكية في هذا الكون. هو الكون هو عبارة عن طاقة، إحنا جزء من هاي الطاقة الكبرى. وهاي الطاقة هي جزء من عندنا، يعني صح. واحد مكمل إلى الثاني. صحيح. أنا هذا إحساسي، هذا إيماني، هذا الواقع بصراحة. كلها طاقة، يعني البيج بانج هو كان طاقة من بدايته، يعني بعدين تحولت إلى ذرات وتحولت الذرات إلى نجوم. يعني طيب أنا أشكر الأخ سام. تفضل. هلا أوضح نقطة. يعني من أقول طاقة، الإله طاقة، مو معناته هذا الـ هذا الـ هذا الاله يعني بالديانات يسمع او يتكلم او ينزل للارض مرات وكذا، يعني مو مفهوم الاله اله الاديان. الاله هو الله، هو خارج عن الزمان والمكان، يعني الله هو عباره عن لغز، اذا هو يعني اذا صح التسميه، هو عباره عن طاقة ذكية ما حد يقدر يوصل أو يفهم هذا الشيء. يعني لا المسلم عنده دليل عن بوجود الله، يقول له شنو دليلك؟ ما عنده دليل. أو الملحد أيضا لا، ما عنده دليل أن ماكو الله. أنا أقول للملحد تعرف شنو دليلك أنت ما عندك الله؟ المسلم مثلا اذا سال هذا السؤال راح يجاوبك، يرد عليك بسؤال جدا بسيط وسخيف، يقول لك ها زين انت تشوف الكهرباء او انت تشوف عقلك؟
هي مو بهال مو بهال مو بهالصورة. خلينا نقول نرجع على سؤال أخونا علي، يعني لما بيقول لك لما بتناقش مسلم أول كلمة بيقول لك المسلم بيقول لك لما لا تنكح أمك، يعني فمباشرة بيعطيك إياه. إيه نعم نعم. كيف ممكن ترد على هيك أشخاص؟ مو أنا تكلمت البداية عن المسلم دماغه متحجر، دماغه محدود. يعني أنا آسف على هالكلمة متحجر، خاف يزعلون إخواننا المسلمين. لكن لا هو نسميه دماغه مستحاسة بصراحة، يعني من المستحاسات. يعني دماغه محدود، يعني مثل ما تكلمت بقول لك ها ليش ما تنكح أختك كذا، هي مو هنا. يعني فهم الملحد مثل ما تكلمت، يعني ككلمة تستفز المسلم أو غير المسلم، أي شخص متدين يقول لك هذا ملحد، هذا ممكن يعمل أي شيء. هذا هاي يعني فكرة خاطئة. الملحد أو المنكر أو الوجودي راحت الصورة. ألو أي سامعني؟ تفضل وليد، تفضل وليد. سامعني صح؟ فالملحد مو بهاي الصورة اللي يشوفها الناس من خلال الدين، يقول لك هذا ملحد ممكن يعمل أي شيء. بالعكس، الملحد هو أفضل شخص موجود. الملحد هو ضد العنف، ضد النكاح بصورة غير شرعية. هو رفض هاي كل هاي الأشياء القبيحة، كل هاي الأشياء المادية، رفض الجنس، رفض السب النساء ومو ما ملكت إيمانكم، رفض الغزوات. يعني ما في ملحد يأيد مثلا الغزوات، روح يغزي حتى يأخذ لبنية. لا، ممكن يقول لك أنا الملحد يقول لك أنا بالعكس عندي فلوس، أروح إذا أريد هذا الشيء أفعله كجنس، أروح أصادق بنية أو أعطيها فلوس حتى أمارس فيها. رفض الملحد، رفض العنف، رفض أن تسب النساء، رفض أن يقتل زوجها ويأخذها من عنده. فهاي هاي هاي الفكرة دائما عند المسلمين، خاصة يشوف لك الملحد يقول لك هذا ممكن كل شيء يسوي. طيب خلينا ناخذ في الاخ سام بده يرجع يعمل تعقيب. تفضل اخي سام. سام تسمعني؟ ايه سمعانك. تفضل تفضل. كنت عم بسمع بس صار عندي مشكله انه لحتى اسمع وليد مثلا لازم شغل اليوتيوب، ما بعرف اذا فيني شغل اليوتيوب واحكي. لا 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 اطفي، خلي اليوتيوب مطفي لانه راح يطلع الصوت هون ويصير مشكله معنا. بالضبط هيك عم بعمل. طيب تمام بالحقيقة. بس أخي وليد طبعا هو آراء، هي ما في مشكلة طبعا طالما عنا لا دينين لأن احنا يعني بنهاية. بس عزيزي وليد انت هيك عم تطرح كأنك ربوبي إلى حد ما. هو الغلط الموقع الذي نقع فيه يعني دائما حول الإلحاد انه من الخطأ القول ان الملحد ما في ينكر وجود الله مثلا. لا بالحقيقة انا استطيع ان اقول لكم ان الملحد يستطيع ان يقدم أدلة على عدم وجود الله. وحقيقة حتى لو أننا نقول البين على من دعا، أنا أستطيع أن أقدم لكم أدلة على عدم وجود الله تماما. لأن فكرة الله لو بحثنا جيدا في مصدرها بالأساس هي مصدر المعرفة الإنسانية التي تجسدت عبر الأديان. ففكرة الإله هي فكرة دينية. حتى الفلاسفة الذين كانوا ربوبيين أو مؤمنين مثل ديكارت مثلا أو ما شابه، هؤلاء الفلاسفة حقيقة أخذوا فكرة الله من الدين وحاولوا أن يضعوها في قالب آخر بطريقة تفكير أخرى باطلاعاتهم. ولكن مع تطور العلم حاليا وليد أو جان أو أي شخص صنع يتابعنا لديه معلومات أفضل من ديكارت، حتى أفضل من إينشتاين نفسه. يعني صحيح. لأن حقيقة المعرفة هي تراكمية، فلا نستطيع أن نوقف عند الزمن ونقول. وهذه الغلطة التي يحاور بها البعض وخاصة نصبح هنا كلمة الدين، يقول لك الفيلسوف فلان قال والفيلسوف،
يا اخي الفيلسوف فلان عاش منذ 300 عام او 400 عام او 1000 عام، يعني نقطه كبيره، يعني انه ما بيعتمد انه فيلسوف هذا كان ملحد او لم يكن ملحد. فهي فكره الالحاد الاساسي هي ليست فقط نكران وجود الله، هي نكران وجود الاله الديني، لانه لا يوجد اصلا مصدر للالهه الا الالهه الدينيه. صحيح. اما بالنسبه لمفهوم الكون، وهي كمان فيها مشكله كبيره يا عزيزي، جاء نظريه الانفجار العظيم وما شابه. حقيقه المشكله بتلاحظ من حوار الاخوه المتدينين والشيوخ، دائما يقول لك ما خلق هذا الكون. الحقيقه لم اجد غالبا الرد الجيد على هؤلاء، لانه شخص لا يفقه شيء في الامر يتحدث ما خلق هذا الكون. اولا الكون باعتراف معظم علماء المختصين، نحن لا نعرف شيء عن الكون. يعني لما انت بدك تسال مين خلق الكون لازم تعرف شو هو الكون اصلا. لا يستطيع اي شخص ان يحدد الكون. ما هو الكون؟ نحن نقول كون عما رصده العلم حتى الان، ولا يشكل ربما 1% من الكون. يعني خلينا نقول 10% بصراحة. في المادة السوداء والطاقة السوداء لا نعرف عنها أي شيء. في يعني لسه في القوانين الفيزيائية مختلفة، ممكن تكون مختلفة جدا يعني بالثقوب السوداء. صحيح، خلق الكون يجب أن نعرف كيف يعمل هذا الكون أولا. بالضبط، هذا السؤال ساذج حقيقة. ليس ساذج يعني، ولكن على قدر ما قدم له وقته يعني. ما بنقدر نقول أينشتاين ساذج، ولكن يعني بصراحة هو الإنسان يعني قصة هكذا. يعني أنا بالحقيقة أنا إنسان فيزيائي يا عزيزي، جاء أكيد العلماء مثل إينشتاين بحترمي كثير، لا أستطيع أن أقول هذا بالتأكيد، ولكن أنا أقول بالطريقة التي تطرح بها الأسئلة حاليا. طبعا أكيد، زمن إينشتاين غير زماننا يا عزيزي. صحيح، إينشتاين كان يظن أن هناك فقط مجرة واحدة هي الكون، يعني هكذا كانوا يظنون سابقا يعني. صحيح، لكن إينشتاين أظن لحق يعني طبعا لحق طبعا واستطاع وحاول ان وغير. حتى اينشتاين استمر 10 سنوات واكثر متعنتا في فكره، وبعد ذلك اكتشف امور اخرى اثبت واعترف انه كان على خطا. صحيح، الكون ثابت وما شابه. بالضبط، يعني هو لحق انه مجرتنا ليست الوحيده، ولحق الزمن هذا. طبعا بالضبط يعني. فأنا أقول حتى نظرية الانفجار العظيم، يعني هناك مشكلة كبيرة لدينا. يعني العلم يقول ليست مسلمة علمية، هي نظرية لا نستطيع أن نقول أنها حقيقة رغم أنها تمتلك أدلة. وسبب بسيط، أنه عندما الفيزياء تقف كيف بدأ الانفجار العظيم، يقول لك هناك نقطة. كل هذا على فكرة خيال علمي، هناك نقطة وما نقطة، هذا يعتبر خيال علمي تماما. لأنه عندما تقول أن الكون انفجر من نقطة أو كتلة معينة، فما هي حدود الكون؟ لو سألت أي فيزيائي في العالم ما هي حدود الكون؟ ما معنى حدود الكون أصلاً؟ لا يستطيع أن يجيبه. هذا الكلام يصبح في الفلسفة، والفلسفة لا تعطي إجابات في هذا الموضوع حقيقة، ليس في الفيزياء. فإذا هناك لدينا مشكلة. فأنا برأيي الشخصي التسليم بأن الكون أزلي نظراً للفارق الهائل في الزمن الذي يسمح لنا تقنياً في اكتشافات، يعني الزمن حتى نكتشف عزيزي جان نحتاج إلى الأزمنة هائلة يعني. أصلاً تسلم منطقياً بالحالة الموجودة أن الكون هو أزلي حقيقة. فهنا تكون السذاجة في طرح من خلق الكون. هذا ما أقصده جاء حالياً يعني. صحيح. لأنه يجب أن تعرف عن ماذا تتحدث، يجب أن تستطيع أن تعرف ما هو الكون حتى تطرح سؤال من هو الذي خلق الكون. على كل حال سام أنا بصراحة يعني أنا كتير معجب بطريقة كلامك وطرحك، وحابب أعمل معك حلقة. ف يعني حضر لي حالك لشي حلقة. ما في مشكلة، أكيد متفق على عزيزي جان، أكيد يعني بدون شك يعني. وأنا مشكور وأنا آسف إذا أخذت من وقتكم، وتحياتي للعزيز وليد. ولا يهمك سام، أشكرك سام جزيل الشكر. حبيب سام أشكرك جزيل الشكر. طيب وليد أخوي، بصراحة نحن تجاوزنا الوقت المحدد برنامج على طول، فإذا عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها للسادة المشاهدين، كانوا مؤمنين أو مسلمين، تفضل. مؤمنين أو ملحدين، آسف. يعني أقدر أقول كلمة أخيرة، الله ما يحتاج أن الإنسان يعترف به، لأن
الله هو خارج عن الزمان والمكان، وفد طاقة لا ما تندرك، أكو فد شيء، أكو فد محرك، أكو طاقة كبرى. هاي الطاقة لغز مثل ما تفضل الأخ سامي يقول، لازم نعرف الكون حتى نقدر نقول من سواه. اللي أريد أقوله، إذا في الله أو ما في الله ما راح يصير شيء، لا راح يعني، إذا اعترفنا، إذا البشر اعترف بالله أو ما اعترف، فما راح يكبر الكون أو راح يصغر أو راح ينهز العرش مثل الديانة الإسلامية. يعني خلينا نقول الله هو محبة، خلينا ننتي من المحبة كلها، سموه محبة أو وعيشوا المحبة، عيشوا مع الله، مع ذاتكم، مع ضميركم. وأتمنى من كل الناس أن تعيش بمحبة وسلام، بعيدا عن هذا الإله المزيف اللي يوعد الناس بالقتال ويحث الناس على القتال، وما عنده شغل وعمل، دائما يحث على القتال، يا أيها النبي قاتل المشركين وكذا، كل هذا عبارة عن كره الآخر، ما في سلام. نريد نعيش في سلام ومحبة، سواء بوجود إله أو بدون وجود إله. إحنا ما الإنسان والإنسانية ما تحتاج إله حتى يعلمها على أشياء بها عنف، فما محتاجه. بكل تأكيد أخوي وليد، أشكرك جزيل الشكر حبيبي، وأشكركم أصدقائي، وأسف كثير إذا ما قدرت أخذ كل الأسئلة المطروحة. طبعا بكرة راح يكون معنا حلقة بالساعة 7:30 بتوقيت لندن مع أخونا ديفيد رجل الكهف عن قصة نظرية التطور. أتمنى من الأصدقاء المتابعة، راح تكون حلقة رائعة، وأظن يعني حلقة شيقة راح تكون. أتمنى من الأصدقاء المتابعة. أخوي وليد أشكرك جزيل الشكر على الوقت الرائع اللي عطتنا إياه، وأشكركم أصدقائي، وطبعا أتمنى أشوف أخوي وليد بحلقات أخرى في البرنامج، وآسفين كثير مرة أخرى، أنا آسف، أعتذر لأخوي وليد وأعتذر للمشاهدين اللي حصل بالبداية الحلقة، شوي الكمبيوتر وبتاع الكمبيوتر دول وغوشوني يعني حبتين، فأعتذر منهم، وأشكركم جزيل الشكر أصدقائي، وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء. شكرا لك. شكرا.